الخير عليكم جمهورنا العزيز اللي حاضر معنا داخل البلاطو واللي كيشاهدنا عبر شاشه قناتنا الاولى. مرحبا بكم في موعدكم الاسبوعي، عرسكم الاسبوعي. مرحبا بكم جميع في برنامج لالا العروسه. اللقاء كيتجدد بكم اليوم في البرايم الخامس، ربع نهائي برنامج لالا العروسه. اليوم بقاو معنا اربعه ديال العرسان، في الاخر ديال البرايم غادي يغادرنا كوبل واحد. الصعوبات غداو كتزاد، التحديات غداو كتعقد. شكون فيهم غيبقى؟ شكون فيهم غادي يمشي؟ هذا الشيء اللي غادي نتعرفوا عليه في الاخر ديال هذه الحلقه. ما غاديش نطول عليكم جمهورنا العزيز، وغادي نطلب منكم تستقبلوا معايا وبتصفيقات وبحراره اول كوبل ممثلي بروكسل، صلاح الدين وكنزة. مرحبا بكم معنا. ربي يخليك. ارتاحيتوا شويه؟ ضروري. شنو احساسكم وانتم وصلتوا معنا الربع النهائي؟ احساس زوين وخيب. الخلعه اللي ولي خلانا خيب. احساس زوين انه قررنا نحققوا الحلم ديالنا ان شاء الله باذن الله. قد ما كدوزي شي بريم، قد ما كتقولي قرب، قد ما كتفوزي، قد ما كتقولي قرب. دابا حنا وصلنا البريم الخامس ان شاء الله. توكدوا ان شاء الله. تفضلوا مرحبا بكم معنا. مرحبا بك لالا نعيمه. مرحبا بك الجنه. من مدينة بروكسل غادي نمشيو لعند ممثلي شرار رضا بن حسن، ممثلي مدينة سيدي سليمان عماد ورحمة. مرحبا بكم عماد ورحمة. عماد ورحمة غادي نعاود نقول لكم مباركم سعود الطونوم. الله يبارك فيك. نهار كبير هذا. بغيت نسولكم واحد السؤال، واش كتفكروا انه ربما تقدروا نتوما تكونوا الكوب اللي غادي يغادرنا؟ كل شيء ممكن، حيت المسابقات كاملين ما نقدروش نتيقوا، يعني شحال من واحد بحال مثلا البرايم اللي داز كنا في المسابقات الاولين حنا الاخرين، وهو حتى الاخر والامر كل شيء يتبدل، يعني كل شيء ممكن. اليوم البرايم الخامس، متحمسين؟ ضروري. مستعدين ليه؟ احنا غادي نشوفوا، تفضل. شكرا. مرحبا بلالة حياة. مرحبا بك. من سيدي سليمان غادي نمشي مباشرة القصبة التادلة مع ممثليها سكينة ومحمد. مرحبا بسكينة ومحمد. مرحبا بكم. مستعدين لهذا البرايم هذا؟ ضروري. اليوم غادي يغادرنا كوبل. عارفين هذه المسألة هذه؟ عارفين. التحديات غدا وكتصعب. المسؤولية غدا وكتزاد. أكيد. الحلم غادي يتقرب. يا إما يكون من نصيبكم أو يكون من نصيب غيركم. المهم مستعدين؟ ضروري. مرحبا بكم. تفضلوا محمد وسكينة. مرحبا بك لالا عائشة، نورتينا. مرحبا بك جنة لالا دنيا. ربي يخليك. من مدينة قصبة التادلة غادي نمشيو لمراكش البهجة مع محمد وزينة. مرحبا بكم. شكرا. نورتونا. شكرا. تبانوا لي مستعدين مزيانه محمد. مستعدين ضروري. حماس ضروري. الحلم غادي وتيقرب. غادي وكيقرب. شنو الخلعه غادي وكتزيد؟ الحلم كيقرب والخلعه غادي وكتزيد. العماريه ما بقاش ليها بزاف. ان شاء الله. مستعدين ليها؟ مستعدين. مرحبا محمد. مرحبا سكينة. مرحبا زينة. مرحبا بك لالا عتيقه. الله يبارك فيك. مرحبا بالامهات ديالنا. مرحبا بعرساننا. مرحبا بالجمهور ديالنا. وغادي نفتتح معاكم البرايم الخامس من برنامج لالا العروسه مع الاغنيه الشبابيه والنجم ديالها المهدي مزين ويا الغرام. النجم الفنان المهدي مزين. واش غنقول لك؟ مهدي نفس الميزان ياك. داكشي اللي كاين. نهار كبير هذا اللي حضرت معاكم اليوم البرنامج ديال العروسه على القناه الاولى. نهار كبير هذا اللي تلاقيت بك. شرف ليا مهدي. لهلا يخطيك. تبارك الله عليك. اغنيه جميله ويا الغرام. بارك الله فيك. شكرا. كلام زوين يسمعوه عرساننا اليوم في البرايم الخامس ربع النهائي. اكيد. مهدي اش غتقول لهم؟ اكيد غنقول لهم بعدا مبروك عليكم والله يكمل عليكم بالخير، واللي ربح في البرنامج هو هذاك، اللي ما ربحش راه ربح شريك ديال العمر ديالو. اكيد.
مهدي. وي وي وي. مهدي. شكرا. نقول لهم ربح اصدقاء ومشاركه في برنامج لالا العروسه لانهم كلهم قال لك كان الحلم ديالنا اننا نكونوا في هذا البرنامج. مهدي مجوج. مازال تسع. باقي. مازال. مازال ان شاء الله علاش لا يكون هذا فال زوين عليك. ان شاء الله فال خير عليك مهدي. شكرا لك بزاف. الله يحفظك. شكرا لكم. نرجعوا لك. شكرا مهدي. شكرا لك. وغادي نكملوا معاكم جمهورنا العزيز اللي حاضر معنا واللي كيشاهدنا عبر شاشه قناتنا الاولى رايم الخامس من برنامج لالا العروسه ربع النهائي. لالا نعيمه صلاح الدين وكنزه وصلوا الربع النهائي. شنو احساسك؟ نتمنى الخير. نتمنى لهم الخير ان شاء الله اليوم والوليدات كاملين. زعما واخا كاين شويه ستريس وكاين شويه ديال الخلعه ما خفى شيء، ولكن كنتمنى الخير للجميع ان شاء الله لولدي ولوليدات المسلمين. اكيد لالا، اكيد لالا نعيمه اللي كيبغي الخير لراسو ربي كيعطيه الخير هو الاول. كنتمنى الخير لوليدات كاملين. كنشكروك لانك مدعماهم. كنشكروك لانك مدعماهم. ان شاء الله ان شاء الله نكون ان شاء الله في حسن الظن. ربي يخليك تبارك الله عليك. لالا حياه. لالا دنيا. عماد ورحمه. رايم الخامس من برنامج لالا العروسه ربع النهائي. الحلم غادي تيقرب. شنو احساسك انت كأم؟ احسن احساس عرفته في حياتي مع لالا العروسه. احسن حلم تحقق ليا في هذا لالا العروسه. نتمنى الخير ان شاء الله ونزيد القدام معاهم. برايم اللي فات كان برايم مميز عندك انت، البرايم الرابع من برنامج لالا العروسه ربحتوا معنا السياره. رده الفعل ديالك كانت كبيره. ما تصوريش ملي تزدت ما عرفت الفرحه بعد هذيك النهار. بصحتكم تستاهلوا لانكم درتوا مجهود كثير. كنتوا في اخر ترتيب ودرتوا مجهود. علاش تنقول العرسان ديالنا ما تثقوش بالنقط الاوليه، ولكن كن دائم خليكم في المثابره حتى اللحظات الاخيره من البرايم. تبارك الله عليكم لالا حياه وتستاهلوا. لالا عائشه. لالا دنيا. محمد وسكينة ربع النهائي. الحلم غادي وتيقرب. اكيد بحال كاع الامهات كتمنى انهم يكونوا المتوجين بلقب لالا العروسه. ان شاء الله. شنو احساسك اليوم؟ برايم على برايم كيقرب النهائي، وكتزاد الخلعه، كيتزادوا الصعوبات، وكنتمناو ان شاء الله نزيدوا نديروا اكثر من المجهود باش ان شاء الله يكون خير. مستعده انك تعاونيهم اكثر؟ ان شاء الله مستعده. ان شاء الله يسر. لالا نتمنى التوفيق لوليداتي ولوليدات كاملين ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله. مرحبا بك لالا عائشه. لالا عتيقه. نعم لالا دنيا. محمد وزينه. ها الله يكمل. كانوا عندنا في البرايم الرابع كيف تنقولوا حنا على نقشه. كانوا غادي يغادرونا. ولكن كانت عندهم اراده قويه وبقاو. شنو تقولي لهم اليوم وهما في البرايم الخامس في ربع النهائي؟ يعني الحلم قريب. الله يسر لهم ولوليدات المسلمين كاملين يا رب، واللي فيها الخير الله يجيبها. امين. استعدت انت معاهم؟ لا مستعده. موقدين الامهات؟ لا موقدين. موجودين. مازال موجده لكم انايا مسابقة عاوتاني خاصة بكم ان شاء الله. ما تخافوش ما فيهاش الغنى. لا ما تخافوش انا جربتكم. حيدها الغنى وراني معدل. جربتكم في هذا ولكن عرفت ما عندكمش مع الغنى دونك تجاوزت الغنى. ترحاب مرحبا بكم ومنورين ديما، منورين عرساننا ومنورنا جمهورنا العزيز. ودابا غادي ناخذكم لاستراحه موسيقيه من نوع اخر وغادي نمشيو الفن الراي مع النجم سامي راي. سامي راي. سي سامي مرحبا بك. شكرا لك اختي دنيا، وشكرا للعرسان، شكرا للبيبليك المغربي بيان سير داخل وخارج الوطن بيان سير. شكرا للطاقم ديال العروسه جنود الخفاء. كنشكرهم بزاف وكنتمنى تعجبكم الاغنيه. شكرا لك على ديك الاغنيه، هي حصريه درتيها لالا العروسه، عطيتيها لنا في حصريه. عطيتها لكم حصريه وعلى قبل لالا العروسه مشيت صورت لها لو كليب. شكرا لك سي سامي. كنشكرك بزاف على هذه الايقاعات الجميله. ايقاع الرقاده ياك سي سامي. ايقاع الرقاده نورمالمون هذه الاغنيه هذه تصورات المغربي. الرقاده يعني الشعبي ديال وجده. ايوه نقولوا الرقاده من التصورات. وانا حاولت دخلت عليها لي جيتار، يعني لعبتها سولوات انترناسيونال سولوات غربيين باش نعطيها واحد النكهه. بغيت نهرب من داك الشيء اللي داروا الاخرين، لان
غير البنادر وفلوس القلال. اييه. نكهه انترناسيونال لان دابا ولات الرقاده مطلوبه في العالم يعني كتمشي للعالم. ايقاع جميل اكيد. ايقاع جميل وفيه كلام زوين وكنتمنى ما وانا كنقول ماما زوجي العروبيه راه تلمدينيه راه غير جات الاغنيه. تبارك الله عليك سي سامي. سي سامي تنشكرك مره اخرى على تشريفك لينا في برنامج لالا العروسه وشرفتينا ومرحبا بك. شكرا لك ميرسي شكرا لك شكرا لك شكرا لك ميرسي. وانتم جمهورنا العزيز غادي نبداو معاكم اولى المسابقات داخل بلاطو في برنامجكم لالا العروسه البرايم الخامس ربع النهائي ولكن بعد الفاصل. تشاهدون بعد قليل. ليلة صباحي. مشاهدينا من بعد اول فاصل واول مسابقه داخل بلاطو المسابقه اللي خاصه بالعرسان ديالنا اللي هي مسابقه لوغلوج. شنو مطلوب من العرسان ديالنا؟ مطلوب منهم انهم يطلعوا في هذه المكانه ويشدوا في عقرب ساعه او الموري ديال المكانه. هذا الموري اللي ما غاديش يبدا يدور خاوي، كل حركه كيتحركها باغنيه. اللي مطلوب من العريس ديالنا انه يغني معاها ويكمل الاغنيه حتى نطلقوا ليه الاغنيه المواليه. كل اغنيه غادي يكملها عنده فيها جوج ديال النقاط، ما خصوش يطيح، الا طاح خصو ينوض ويعاود يطلع ويعاود من الاول على حساب الوقت اللي تبقى ليه. كنظن انا المسابقه واضحه، ما غاديش نطول عليكم جمهورنا العزيز وغادي ناديو على اول متسابق اللي هو صلاح الدين ممثل بروكسل. صلاح الدين مرحبا بك. الله يخليك يا دنيا. عرفتي اللعبه شناهي؟ غادي تطلع وغادي تشد في هذا الموري، الموري غيبقى يدور ولكن في كل دوره كيدورها غادي نطلقوا لك اغنيه خصك تكملها ما تحبش تسمع الاغنيه المواليه ان شاء الله. ولا طحتي راه خصك تنوض تعاود باينه كل اغنيه بجوج نقاط ان شاء الله. تفضل صلاح الدين. صلاح ركز، حاول غير تركز مع الاغنيه ياك ان شاء الله. شوفي عطشي عليك الامور. بسم الله يا عاب شويه عليك، عاب شويه شويه عليك صلاح الدين. حتى تحكم صلاح. صلاح صلاح تحكم فيها مزيان عاد تقول مستعد. صلاح الدين وي مستعد؟ مستعد. نقدروا نبداو؟ إيه. على بركة الله ينطلق العداد. وانا الزين وانا الحباب دايرو في دارو، يا عندو الزين عندو الحباب دايرو في دارو. الهلا يزيدك. أنا عيت ما صبر. كيفاش نخليك عندي منك جوج وانتايا منك ما نجوش. هاي 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 وقول حق المتبينة سكينة. غنيلي شوي شوي غنيلي وخذ عيني غني الجيدي جاب الهوى بمصاصة ليل غني صلاة الجيدي الشمس العشية ياب شمس العشية كمل مبسوط ينتهي الوقت صلاة الدين. تبارك الله عليك صلاح الدين الاخر ختمتيها بشمس العشيه. تفقدكم على صلاح الدين ممثل بروكسل. كنزه كيشك صلاح الدين في الغناء؟ تبارك الله عليه بعدا بعدا راه سطت لك بعض الاغاني راه غنى راه كيسمع راه كيسمع. شنو الاغنيه اللي ضغطيتيه ما غيغنيش معاها؟ شويه شنو الاغنيه اللي قلتي ما غيغنيش معاها؟ هادو ديال دابا مازال هو القديم حافظهم كاملين. حافظ الاغاني القديمه. اغاني القدام حافظهم. جديد شويه جديد زيد شويه. ولكن تبارك الله عليك تبارك الله عليك صلاح الدين. شو عليك صلاح الدين؟ انا بغيتي الصراحه. انا ما ظنيتش انك غتغني مع القديم. انت قالت لي كنزه بلي راك عزيز عليك مولوع بالاغاني المغربيه القديمه. القديمه تبارك الله عليك. انا على هذه كنحييك. شكرا لك صلاح الدين. ونمشيو عند عماد ممثل سيدي سليمان. أه
عماد السلام. مرحبا بك. مرحبا بك جنة. صافي باينه لك اللعبه؟ عماد باينه لك ولا نزيد نشرح لك؟ لا باينه. شوف غادي تطلع وغادي تشد في هذاك الموري بيدك وفسنك. الموري غيبدا يدور يا كل دوره تيدورها غادي نطلقوا لك مجموعه ديال الاغاني، غادي نطلقوا غير البديه وانت خصك تكمل، ملي تحبس الموسيقى تكمل معاها حتى تدوز الاغنيه الاخرى، فهمتي؟ ما خصكش تطيح. صافي واخا. كل اغنيه عندك جوج نقاط. سير والوك. صافي وشبر وليدي فطيح. الا طحتي راه غترجع تعاود. ثقات على عماد ممثل سيدي سليمان. عندك شويه شوي عليك عماد تطلع وعنقها مزيان. وجد راسك عماد. عماد تحكم فيها بيدك مزيان. عماد تتكون موجود. موجود موجود. على بركة الله ينطلق العداد. وانا الحب وانا الغرام دايرو في دارو. الهلا يزيد كتر الهلا يزيد كتر. دوز دوز. كيفاش نخليك واش انا عندي منك جوج. دوز كمل عماد خصك تغني معاها. وهاي هاي هاي وهذه المسكينة. غنيلي شوي شوي حبيبي وخذ بعيناي. الجيدي جابوا الهواء في نصصة الليل. الشمس العشية ليلة صبحي. انتهي الوقت. بارك الله عليك عماد على الاقل ما طحتيش. على الحياه وراه قال راه عمرو ما غني كي غني الصراحه ما كناش متوقعين غادي يقول شي حاجه. ما كنتيش متوقعه غايقول شي حاجه. دابا انت فخوره بها صفت راسك. المهم الحمد لله. تصفيقاتكم على عماد. اجي يا عماد. عماد قالوا لي عمرك ما غنيت. عمري ما غنيت الحقيقه. ما تيغني ما تيتصنت عليه. ما تيتصنت واش راه هذه مفاجاه غنيتي لينا في لاله العروسه. كنشكرك على التواضع ديالك. تبارك الله عليك. من عماد غادي يمشيو عند محمد ممثل قصب التعدله. علي سيما مرحبا بمحمد. تبارك الله عليك. واحد حالك المسابقه واقيله واضحه. لا ماشي وقيله واضحه ولا ما واضحه؟ لا واضحه واضحه. انت شوف غتطلع غتلصق في هذاك الموري غتشد فيه مزيان هو كيدور حنا كنطلقوا لك اغاني كنطلقوا غير الاول ديالها وانت خصك تكمل. انا كمل الاغنيه. تكمل كل اغنيه كملها. لا ما عرفتش اغنيه بقى ساكت. اه ما عرفتش شحال اخرى اللي غتجي من غير ما نقول امور ولا شي حاجه. لا 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 ركز ما عرفتش الاغنيه كنت تسمع الموسوس الجاي. صافي 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 وحدي لا طيح لا طيحتي غتعاود. لا طلع في هذاك الوقت اللي بقى لك. لا ما كاينش الوقت حتى ما طيحش ان شاء الله. ما غاديش يبقى لك ان شاء الله. ما غاديش يبقى لك. اغاني ركز. محمد اصلا الموري غيدور دوره وحده. الموري غيدور دوره وحده وسهله. غير ركز. بشويه. يا ربي يا ربي شوف. يا ربي كريم. برافو. سمحي نشد في يدك. الله. يلا عنقها. محمد على بركة الله ينطلق العداد. عنده زين عنده الحمام دايرو في دارو. وانا الحب وانا الغرام جابني تلدارو. عنده الزين عنده الهلا يزيد كتر الهلا يزيد كتر. كيفاش نخليك واش انا عندك جوج. وحنايا الزين ما مال وحنايا في بير ما مال نخرج ريسكي ولا هاي 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 تيقول الحق نموت كاينة هاي 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 وهاديك دابا باينة شوي شوي ما سمعتهاش مزيان. غني لي شوي شوي. غني الجيدي جابوا الهوا في نصاصة الليل. الجيدي جابوا الهوا الشمس العشية أم هي اللي تغيب بالله رفقا.
يا تاهي الوقت. تبارك الله عليك محمد، تبارك الله عليك ممثل قصبة التادلة. سكينة شك فرحانة، عجبك الحال؟ غنى أكبر عدد من أختي خصمي بيت أغنية ما معدورش. تبارك الله عليك محمد، هاشي هدايا شوية ولدي صافي. لالا عائشة حشك محمد، تبارك الله عليك. تبارك الله عليك، الله يحفظك. الله يحفظه. امين. الله يحفظك ويخلي لك وليداتك ويحفظ جميع الوليدات. امين يا بنتي. امين. دايرين معنا يا ربي. شو دابا؟ هاتي محمد، هاتي ما لقت لقت محمد. انا دابا سولت سكينه قلت لها كيفاش جاك محمد، قالت لي وراه ارتيست، يعني ما كناش غنتقبلوا منك انك ما تعرفش الاغاني. ولكن زبلتها باش ما غنيش وحده. اي وحده. وحده ما سمعتهاش مزيان. انا غني لي شويه. غني لي شويه شويه وغني لي خذ عيني. قال ام كلثوم. ما حافظهاش كاع. تبارك الله عليك محمد. تبارك الله عليكم. واخر متسابق معنا هو محمد ممثل مدينه مراكش. وعليكم السلام محمد. شوف محمد ضرب فيا وغادي سير اخويا. نضرب؟ لا وعلاش هادشي هذا يصير؟ بسم الله على بركة الله. مزيان يا مزيان. عارف قانون المسابقة؟ أغنية ونشد في ماشي أغنية وحدة، راه أغنية ونشد. إيوا شي حكاية باش نشرح لك. سلام محمد. ضرب فيا قال لي السلام عليكم، زعما لقاني واقفة في راس الدرب. السلام عليكم وأنت مغادي. محمد غادي تطلع وغادي تشد في هذاك الموري، العقرب ديال المكانة غيبدا يدور. ولكن في كل دوره كيدورها غادي نطلقوا لك اغنيه. الاغنيه خصك تكملها، نطلقوا عمرصو صغير. الا ما عرفتيهاش غتسنى حتى تدوز الاغنيه الاخرى. صافي. كل اغنيه تدوز عندكم جوج ديال النقاط. صافي. صافي. واضحه؟ واضح. المده ديال المسابقه حتى يوقف الموري. صافي. يلا تفضل على بركه الله. مزيان. ما خصكش تطيح. بغي كتبدا الاخرى. واضح. يا بسم الله. مزيان الله يحفظك الله ينصرك. ما يعطيك العز. عندك عندك تجي هادشي الاخر عليكم نتوما. محمد موجود؟ موجود. على بركة الله ينطلق العداد. عنده زين دايرو في دارو، وانا الحب وانا الغرام جابني طلدارو. الهلا يزيد كتر، الهلا يزيد كتر. ما عرفتش حاجة. كيفاش نخليك وشانك جوش، نخليك وشان عندي منك جوش. وإحنا ما عرفتهاش. هاي 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 وأقول حق الموت كاينة. غني لي شوي شوي. الجيدير جابوا الغرام في نصاصات الليل. الجيدير جابوا الشمس العشية. أمهل لا تغيب إلا رفقة. تبارك الله على محمد ممثل من راكش. الله يحفظك أختي دنيا. أنا لحقتك. زينة بكي صدمني ملي ما عرفتش هذه. علاش صدمك؟ ملي ما عرفتش واش انا عندي منك جوج. واش ما عندك في جوج تيضل يغني فيها؟ واش انا عندي منك جوج تيغنيها لك دائما؟ انا تيغنيها تما. ايوا عرفتي راه ملي كتكون في الموقف راه كتجيك الخلعه. ماشي ساهله هاد الطلعه اللي طالعين والدوران خايف لا يطيح. كون عطاونا حنا نغنيو اليوم. واش انت كون كان الموري يدور وهما شادين ما يطيحوش عطاكم انتم يغنيو غتكون ساهله. تبارك الله على محمد ممثل مراكش. محمد برافو برافو. سمعتي مرتك اش قال؟ وهي راه هي في لساني على طرف لساني ولكن الكلمات مشات. معليش نسيتي انا نقول ديما تصدع على راسها. والله الا ديما تنغناو ولكن صافي واحد الوقت ما عرفنا راسنا من اهل السماء ولا من اهل الارض. تبارك الله عليك محمد. شكرا لك. الله يحفظك. ودابا غادي نتعرفوا على النقاط اللي حصلوا عليها العرسان ديالنا في مسابقه الاغلوج. وغنبدا دائما بصلاح الدين ممثل بروكسل اللي حصل على 6 ديال النقاط. عماد ممثل سيدي سليمان اللي حصل على 2 ديال النقاط. محمد ممثل قصب التادلة اللي حصل على 8 ديال النقاط. ومحمد ممثل مدينة مراكش اللي حصل على 8 ديال النقاط.
ومن جو المسابقات داخل البلاطو غادي نمشيو لجو المسابقات خارج البلاطو ونشوفوا العريسات ديالنا شنو داروا. إحدى الضيعات الفلاحية طلبنا من العريسات أنهم يجمعوا أكبر عدد من الدجاج ويدخلوه للمكان ديالو في مدة زمنية محددة. فيا ترى واش سبق المشاركات وعاشوا هالتجربة؟ شنو هي الطريقة اللي غادي تتبعها كل زوجة باش تربح أكبر عدد من النقاط في هاد البرايم؟ ممثلة الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا عندها فوبيا كبيرة من الدجاج الحي ولقات صعوبة في أنها تقرب ليه. فيا ترى في هاد التحدي واش غادي تقدر تغلب على الخوف ديالها؟ الدجاج أصلا أنا كنعيفو ريحته ما تنحملهاش، وباش نشدو داكشي عرفتي شوية تخنقت ما بقيتش الروح كتطلع وتنزل صافي قلت الموت هاد. ممثلة مدينة سيدي سليمان رحمة بالرغم من توتر ديالها في بداية المسابقة إلا أنها قدرت تكمل الاختبار ودخل دجاج للمكان ديالو. ولكن واش قدرت تكمل قبل الوقت المحدد؟ بالنسبة للمسابقة ديال اليوم ما كانت سهلة، خاصة أنني ما عمرني في حياتي شديت دجاج من مالفاش كنشدو. سكينة ممثلة مدينة قصبة تادلة غلب عليها الهدوء والتركيز وكانت كتجمع أكثر من دجاجة في نفس الوقت. دابا ساليت المسابقة، بصراحة ما جاتني صعيبة، ما هي صعيبة ما هي سهلة، وقدرت نتمكن نشد الدجاج كامل، نتمنى نكون شديته في وقت قصير. ممثلة مدينة مراكش زينة لقات صعوبة كبيرة في أنها تدخل الدجاج للمكان ديالو، وفي كل مرة كان كيخرج ليها وكتعاود ترجع لبلاصتو. هاد الشي خلاها دير مجهود مضاعف وطلب أنها تحبس الاختبار قبل ما يسالي الوقت ديالها. بالنسبة لهاد المسابقة جاتني شوية صعيبة حيت ما عمري ما قربت من الدجاج، ما عمري شديت شي دجاجة حية، ولكن الحمد لله كنتمنى أنني نكون جبت مطلوبات اللي عاونونا في البلاصة. صافي غنحبس حيت اصلا بقات قل من دقيقة، الله يجعل البركة ان شاء الله نكون جبت نقاط مزيان. المسابقة سالات، فيا ترى شكون هي المشاركة اللي قدرت تنجز المطلوب بشكل صحيح؟ غادي نتعرفوا على نتائج مع دنيا داخل بلاطو. يا ربي دابا قولي لي عريساتنا هاد المسابقة شنو نسميها انا؟ عقدة الدجاج ولا شنو؟ واكنزة كيما الدجاج. انا عندي فوبيا ديالو، ما كندوش من حداه. كتاكلي الدجاج؟ كناكلو، ولكن باش نشدو انا داك النهار بلا ما تفكريني فيه. دابا دخلت عليك عام الله بينك وبين دابا فاش كيكون بالدغميره كيجيك بنين باش تشديه. لا صعيب 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 بزز بزز باش دخلتهم بزز بزز بزز. لا لا نفهم والله والله ما كنخشمش واحد البلايصه والله ما تشديهم. واخا دابا الا طلبنا منك نعاودو المسابقه. لا راه عاد دجاج ما ماشي اسبوع راه عاد. لا تفضلي تخسري ما تعاودياش. شنو اش بان لك؟ فوبيا فوبيا عندي ديال الدجاج. فوبيا انا ملي رجعت قالت لي راه درت المسابقه ديال الدجاج، قلت لها واش درتي؟ قالت لي راه تقاتلت شافوا. شو بلاتي دابا هاد الدجاج هذا خاصك ترد ليه البال. خصني ندير ليه كادر. خاصك دير ليه كادر عرفتي، وخصك تفرح بها لان قدرات انها تقارب مع الدجاج برا. لا لا شافوا لها والله تبارك الله عليها. والله يعطيك الصحه كنزه سكينة. واش عتي دابا انت هي البطلة القبض ليلة القبض على الدجاج هي اللي درتي انت؟ انا كنت خايفة ولكن راه خصني داك الخوف لداخل باش ما نستريساش. ما تستريسايش انت، راه كتلحي عليهم بجوج بجوج ما كاين عاد واحد. هو الدجاج شافك وبغى يفرتح. ها ياك بعدا يهرب. انت دابا انت برافو عليك، انت دابا طورتي داك الخوف اللي عندك رجعتي شجاعة. محمد كاينه تبارك الله. لا ها انا كنت خايف ما تشدوش ديما ما تاكلوش حتى الماكله ما كتاكلوش. كتاكلي الدجاج؟ لا كتاكلي شديتي دابا انت العكس ديال كنزه. كنزه كتاكل الدجاج ولكن باش تشدو ما تقربش لي. ولكن جبناه لك مذبوح مقاد طيبي ثاني. الله يعطيك الصحه. تبارك الله على العريسات ديالنا. دابا كتسناو انني نعطيكم النقاط. ما غاديش نعطيكم النقاط ولكن غنقول لكم علاش. لانه
بغيت يبقى دائما عندكم الحماس والرغبه في انكم تطوروا راسكم وتزيدوا تجتهدوا في الالعاب اللي جايه. غادي نديكم دابا تسارحوا مع كشكول غنائي مع النجمه رشيده طلال. الفنانه النجمه لالا رشيده طلال، مرحبا بك، نورتينا. حياك الله، مرحبا بك، مرحبتي بك وسهلا بك. وهلا بك، وهلا حتى بك، بك وهلا، وني بك، وني بك. يا هذيك تبارك الله عليك، وشكرا لك على هذا الكشكول الغنائي المتميز اللي غنيتيه بالريفيه. الله، وانا بغيت لالا رشيده تقولي لينا كيفاش كانت تجربتك بالغناء بالريفيه، واش ما جاتكش صعيبه اللهجه؟ اول شيء انا اجيد اللهجه او اللغه الامازيغيه. تبارك الله، السوسيه، وهذه فكره انه نحيوا اهل الريف طبعا، ونحيوا المغاربه كاملين، تحيه كبيره ليهم وتحيه لجميع المغاربه. الله يعلموا لنا اللي في داخلهم اللي على برا، جميع اللقاء. وهذه لانه الفنان ما يلطو، ما خاصو يعود نمطي ولا ينفتح على الوان اخرى، وما فيها باس انه يبدا من الوان بلده. أكيد. وهذا هو اللي عدلت. اكيد هذا الشيء اللي درت. تبارك الله عليك. حياك الله، الله عليك. شكرا لك لالا رشيده، نورتينا. وانتم جمهورنا العزيز، غادي نعاودوا نرجعوا لكم مره اخرى ولكن بعد الفاصل. تشاهدون بعد قليل برنامج لالا العروسه. عيني في عينيك غندير عليك. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد ثاني فصل، وغادي نكملوا معكم في جو المسابقات داخل البلاطو. المسابقه اللي انا كنحماق عليها شخصيا مسابقه دوبلكس، اللي كنطرحوا فيها اسئله على الازواج ديالنا، يا اما على العريسات ويا اما على العرسان، وكنشوفوا فيها مدى التقارب والتفاهم بعضياتهم. دابا هذه المره غادي نطرح الاسئله على العرسان ديالنا، وغادي نشوفوا عريساتنا شنو قالوا. مستعدين؟ موجودين؟ ركزوا مزيان. السؤال الاول تيقول، غنبدا بك صلاح الدين كيف ديما، ها، شنو هو العائق اللي داز في حياتكم انت وكنزة وقدرتوا انكم تجاوزوا العائق؟ العائق يعني شي اوبستاكل كان في حياتكم، شي حاجه كانت غتحبس لكم وتجاوزتوا. والله ما كاين شي حاجه، ولكن نقدر نقول لك عصبية. عصبية ديال من ديالك ولا ديال كنزة؟ بالنسبة لي أنا نورمالمون. أنت؟ بالنسبة لي أنا العصبية ديالكم؟ حيت أنا أصلا ما كانش حاجة، ولكن كنظن بالنسبة للسؤال يقدر غتجاوبها، تقدر تقول لك الحاجة الوحيدة اللي غتكون تحبس العلاقة ولا ما كانتش غتكمل العلاقة شي حويجات، سيرتو من يلاه تزوجنا، يعني باقي ما كنعرفوش مزيان، وسيرتو ما خديناش فترة كبيرة باش تعرفنا لبعضياتنا. أكيد. يعني فترة قليلة باش تزوجنا، ولكن ملي تقربنا اختاروا داك الشيء، يعني حسبتها بحال كنعرفها شحال هادي، يعني بحال مرتي ديال السنين هادي، يعني كنتعامل سبونطاني، يمكن عصبيتي هي اللي يمكن تقدر تكون شي حوايج. انا كنظن، واخا ما متاكدش. وكنزة اش غتقول لينا؟ نتمنى. كنيزة، اه شنو الجواب ديالك؟ صراحة حتى حاجة. مشكل ما كاينش. كون عاقلتي حتى حاجة صالح. ما كاين حتى حاجه، ولا قلتي حتى حاجه في الاول قلتيها وبدلت من عند صلاح. غادي نمشي عند عماد. عماد، شنو هي الحاجه والعائق اللي داز في حياتكم وتجاوزتوه بجوج، نقصتوه بجوج؟ المشكله عندنا جوج عوائق اللي كانوا دازوا، كانت موت ومرض ديال الرحمه. اعطيني واحد. نختاروا المرض ديال الرحمه. شنو هو المرض ديال الرحمه؟ اه اوكي. شوفوا رحمه اش غتقول. شوفوا رحمه. رحمة، يا رحمة. وي دنيا، شنو جوابك؟ كانوا مشاكل قبل الزواج مانعيننا من أننا نتزوجوا، والحمد لله قدرنا نتجاوزوهم. شنو هو هذا المشكل؟ كان ظروف دارهم كانت مانعانا. ها، لا علاقة. جواب خطأ. غادي نمشيو من سيدي سليمان القصبة التادلة مع محمد. شنو هو العائق اللي كان في حياتك انت وسكينه وقدرتوا انكم تجاوزوه
كان غادي يحبس جواجكم صراحه من نهار زعما انا وسكينه بجوج ما عمرنا تعرضنا لشي عائق اللي يقدر زعما يحبس العلاقه ديالنا ولا يخلي يدير لنا شي مشكل في العلاقه ديالنا. الحمد لله. يعني شنو جوابك؟ لا شيء. لا شيء. اوكي شنو نشوفوا سكينه اش غتقول؟ نشوفوا سكينه اش غتقول. سكينه اختي دنيا شنو الجواب ديالك؟ انا بالنسبه لي حتى حاجه ما كانت عائق. وي جواب صحيح، جواب صحيح. محمد من عند محمد قصب التادله غنمشيو محمد مدينه مراكش، شنو جوابك محمد؟ وكاينين مشاكل ولكن ما تيوقفوش لنا العلاقه الحمد لله، يعني ما كاين حتى شي عائق اللي غيوقف العلاقه ديالنا. انت ما كايناش شي حاجه اللي حسات؟ لا. شوفوا زينه اش غتقول؟ شنو نشوفها؟ زينه يا زينه. بصراحه المشكل اللي كان عندنا قبل ما نتزوجوا بسبب كورونا ما قدرش بابا يجي. جاوب خطا محمد. معليش عسى انا بغيتكم تحمسوا، شوفوا انا ما بغيتكمش تحبطوا. يعني اسئله دوبليكس او مسابقه دوبليكس ماشي هي الاخرى، باقي لكم مسابقات اخرين، باقي خصنا نشوفوا شنو درتوا خارج البلاطو، يعني ما بغيتش الاحباط يبان لكم على وجوهكم. ربع النهائي هذه، وقضوا معايا، غادي ندوز مباشره معكم للسؤال الثاني، وغنبدا بك دائما صلاح الدين وسمعني هذه المره مزيان، انا مزوقه فيك، سمع مزيان. مني كتناقشوا انت وكنزه، شكون فيكم كيطلب المسامحه من الاخر الاول؟ كنزه. كتطلب منك السماحه؟ كنزه. مشي ديريكت انا عند كنزه ونسول. ديريكت كنزه. كنيزة ركزي شنو جوابك؟ بصراحة أنا. أنا. أنا وبكل بساطة وتبارك الله عليها. من عند صلاح الدين غادي نمشي عند عماد، إلا مشيتو تتناقرتو تناقشتو ها وتخاصمتو، واش أنت اللي كيطلب السماحة الأول ولا رحمة؟ غادي نقمر. شكون كيشايخ على الاخر؟ دابا نقولها لك انا شكون كيشايخ على الاخر، انت ولا هي؟ المشكله بجوج ولكن غادي نقمر عليها نقولها انا. ها؟ نقمر عليها ونقولها انا. انت؟ وانت وزهرك شوف رحمه اش غتقول. اشنو جوابك يا رحمه؟ هو اللي كيقول. قلتي راه قالها على الله، انا على الله يسلمك. من عند عماد غادي نمشيو عند محمد ممثل قصب التادله، شكون كيزاوق في الاخر محمد؟ صراحه سكينه القلب الكبير، داكشي علاش غنقول هي. هي؟ واخا مشي شوف سكينه اش غتقول. سكينه يا سكينه عطيني جواب. انا واش غادي نقول لكم؟ محمد واش انت ولا زينه؟ انا ان شاء الله. أنا اللي كنطلب منها السماحة. إخا واخا نشوفوا شنو غادا تقول. واخا زينة يا زينة جوابك. هو تبارك الله على العرسان ديالنا وتبارك الله تعالى على العريسات ديالنا، الصراحة عندكم عريسات متسامحات ياك؟ اللي كطلب مرتو منه السماحة مسكينة كتسمح في حقها وتجي تقول له سمح ليا. تبارك الله عليهم، الله يخليكم ليهم ويخليهم ليكم. غادي نمشي لثالث سؤال، وثالث سؤال اللي انا باغا نجبد فيه الصداع. لموات. لا نعيمه انا اليوم باغا نجبد الصداع. العرسان. غادي نبدا بيك صلاح الدين. العيد الكبير على الابواب، يعني قرر. ان شاء الله. قاش لينا بزاف. ان شاء الله. فين متفق انت وكنزه دوزوه؟ ديما انا مع الوالده. مع الوالده؟ ديما. شوفوا كنزه. كنزة يا كنزة شنو جوابك؟ بالحكم باقي ما عندناش الدار غادي نعيدو عند ماما. عيدي عند مامك بلاتي باش نفهم، واش ماماك ماين صلاح الدين ولا ماماك ماماك؟ ماما. صافي. الصداع الأول رانا جبدته. صافي. الصداع الأول لا نعيمة رانا لا 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 كنصدع. لا والو كنصدع. كنصدع. نمشي نعيد معاهم. ها واش تلقى القلب الكبير سعداتك يا كنزه بعد وسط مشكل. كيما كان ولدي نمشي معاه. الله يحفظك اختي الله يخليها لك الصلاة. هي اللي عندي وانا اللي عندها. انا دابا من عندك انا نعيمه غنمشي عند لالا حياة وغادي نقز عند عماد. عيدك الاول انت ورحمه فين غتعيدوه؟ غنعيدوه مع الوالده. شوف غنشوف رحمه اش غتقول. نمشيو عند رحمة ونشوفوا اش غادي تقول. رحمة الدنيا هذا سؤال مصيري شنو جوابك؟ العيد ان شاء الله في دارهم.
دارهم. هذيك كنا مرضيه عيدك الاول. عارفاني الشمسو. من سيدي سليمان غادي نمشي والقصب التادله مع محمد وغنطرح عليك نفس السؤال. عيدك الاول محمد انت وسكينه فين غادي تعيدوا؟ عيدنا الاول ان شاء الله غندوزو مع مالين الدار بطبيعه الحال وفي العشيه نمشيو نطلعوا على دارهم حتى هما. واخا اعطيني انا العيد يعني الذبيحه. الذبيحه مع مالين الدار. شكون مالين الدار؟ لالا عيشه. مالين دارنا حنا صافي نمشي نشوف ليا سكينه اش غادي تقول. سكينه سكينه وي دنيا شنو جاوب؟ نعيدوا في دارهم. دارهم؟ مرحبا. نرقص بالتادلة غادي نمشي لمراكش مع سيدي محمد نفس السؤال وشنا هو الجواب ديالك؟ غنعيدو مع الوالدة. على العاتق شي شوفو كنتك اش غتقول؟ العزيز على مهمته عمرو ما يتغلط. شوفو زينة اش غتقول؟ مرحبا زينة. يا زينة شنو جاوبك حبيبتي؟ في دارهم. في دارهم. تبارك الله على العريسات ديالنا وتبارك الله حتى العرسان ديالنا. ثلاثة الأسئلة اللي كانت عندنا في مسابقة الدوبليكس سالات، دابا غادي نعطي لعرساننا النقط اللي حصلوا عليها في هذه المسابقة. وغادي نبدا دائما بصلاح الدين. صلاح الدين اللي حصل على جوج ديال النقاط. عماد سيدي سليمان حصل على أربعة ديال النقاط. محمد ممثل قصب التادلة حصل على ستة ديال النقاط. ومحمد ممثل مدينة مراكش حصل على أربعة ديال النقاط. تبارك الله على عرساننا وتبارك الله على عريساتنا وتبارك الله على الأمهات ديالنا اللي غادي نلتقي بهم دابا في مسابقة خاصة بالأمهات. قلت لكم أنا موجدة لكم مفاجأة. إن شاء الله. ما تخافوش ما فيهاش الغنى. إن شاء الله. مسابقة ديال الأمهات أنا كنسميها مسابقة صندوق العجب. هذا الصندوق هذا اللي غادي يجيبوه لي التقنيين واللي كنشكرهم فيه مجموعة ديال الأشياء. المطلوب من الأمهات أنهم يسمعوني مزيان، أي كلمة أو أي حاجة طلبتها منهم يجبدوها من هذا الصندوق هذا غادي يجبدوها ويحطوها لي هنا فوق هذا الصندوق. كل أوبجي أو كل حاجة غادي تجبدوها عندكم فيها جوج ديال النقاط. واضح؟ الأمهات ديالنا واضح المسألة؟ إن شاء الله. ولكن باش غادي نختار شكون اللي غادي يعمر معايا هاد جوج كراسة غادي ندير القرعة ونعرف شكون هما المتسابقات الأولاد اللي غادي يكونوا معنا في هاد اللعبة. عاتولا تقولوا ما كنخلطش مزيان ها؟ وغادي نبداو بأول متسابقة أول أم معنا هي لالا عائشة ممثلة قصب التادلة. لالا عائشة نشوفوا شكون اللي غادي تكون معاها. تفضلي لالا عائشة. غتكوني معاها لالا نعيمة ممثلة بروكسل. تفضلي لالا نعيمة. وي العزازة خالتي. مسابقة واضحة خالتي اسمعوني نقول لكم قفضي مزيان. لالا نعيمة قلتي تفضل غادي تشوفوا في الجمهور يعني عينيكم ما تشوفوهمش في البلاصة فين كتحطوا يديكم. غادي تجبدوا الحوايج اللي أنا غادي نطلب منكم أنكم تجبدوها. عندكم دقيقة وعشرة ديال الثواني يعني إن فوا يسالي العداد صافي تحبسوا. إن شاء الله. واضح لالا عيشة؟ نعم لالا نعيمة واضح؟ واضح. على بركة الله ينطلق العداد جبدوا لي الصباغة ديال الصفار.
ولا لا عائشه فقت عليكم تبارك الله عليكم. غادي نشوفوا هنا عندي سبعه ديال الحوايج، عندي نظاظر ديال الشمس، وعندي نظاظر ديال العمان، وعندي العكر، وعندي السوارت ديال الطوموبيل، وعندي الصباغه ديال الظفار، وعندي البيغيك ولا الشعر المستعار جبدات لينا معاه لاله عيشة هاد الشيء. يعني عندي سته ديال الحوايج قدرات تجبدهم لينا لاله عائشه. للاسف لاله نعيمه ما قدرتش تجبد لنا حتى شي حاجه. شكرا لكم، شكرا لكم ونورتونا. ومن لاله عائشه ولاله نعيمه غادي نمشيو للمتسابقات الامهات اللي بقاو لينا، لاله حياه ولاله عتيقه. لاله حياه تفضلي، لاله عتيقه. يا ربي المسابقة واضحة وباينة لكم. بسم الله بسم الله. لالا عتيقة باينة باينة. الله لالا حياة بسم الله. غادي تشوفوا في الجمهور كيما عجبت الحاجة نشوفها نعرف. حطيها على حساب داكشي اللي كنقول لكم. غتشوفوا في الجمهور اللي شافت في هذا الصندوق غنحسب لها صفر نقطة. سمعتوا لالا عتيقة؟ نعم لالا حياة. نعم لالا مشمرات مقمرات واجدات. شوفوا في الجمهور ما تشوفوش في الصندوق. على بركة الله ينطلق العداد. خشيو يديكم جبدوا لي سوارت ديال الطوموبيل، سوارت ديال الطوموبيل. قلبوا مزيان. يلا يلا عندك سميتو بايطيحة. سوارت ديال الطوموبيل قلبوا مزيان. ما تشوفوش يلا سوارت الطوموبيل. جبدوا جبدوا لي الفيريت. يلا يلا جبدوا بواطه ديال لي سيكوتور لي سياس ديال ودني. البواطه قلبوا على بواطه ديال لي سيكوتور. دابا جبدوا لي صباغه ديال الصفار، صباغه ديال الصفار. جبدوا لي لا 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 جبدوا لي. زيدوا كملوا زيدوا كملوا. صباغه ديال الصفار باقي ما لقيتوهاش. قلبوا مزيان. ينتهي الوقت ينتهي الوقت ينتهي الوقت. لاله عتيقه ولاله حياه. لاله حياه جبدات لي البيغيك وجبت عكر. انا طلبت طلبت الصباغه ديال الطفا عاد خلطت لك. لاله حياه ولاله عتيقه جبدات لينا السويرته ديال الطوموبيل ولي زيكوتور وجبدات لينا معاهم الفريز. لا هذا تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. شفتي كيف هو شفتي كيفاش يا ربي يخليك. شكرا لاله حياه وشكرا لاله عتيقه. شكرا لاله نعيمه ولاله عائشه. هذه كانت المسابقه ديال الامهات. ودابا غادي نعطي النقاط اللي حصلوا عليها الامهات ديالنا في هذه المسابقه، مسابقه الصندوق. وغادي نبدا بلاله نعيمه ممثله بروكسل اللي حصلت على صفر نقطه للاسف. لالا حياة ممثلة سيدي سليمان اللي حصلت معنا على نقطة واحدة. لالا عائشة ممثلة قصب التادلة اللي حصلت معنا على ستة ديال النقاط. ولالا عتيقة ممثلة مدينة مراكش اللي حصلت معنا على جوج ديال النقاط. دابا من بعد ما تعرفنا على النقاط اللي حصلوا عليها الأمهات في مسابقة الصندوق، جات اللحظة اللي أنا من الصباح وأنا كنتسناها هاد البرايم. هذا لحظة اللي كتزيد تبرهن على أن برنامج لالا العروسة هو برنامج الدار الكبيرة. مفاجأة اللي أنا مخبيها للأمهات، الأمهات ديالنا. وحدة فيكم غادي ينادي عليها بيت الله الحرام، وحدة فيكم غادي تمشي معنا عمرة. شكون هي؟ المشي ديال وحدة فيكم مرتبط بالسخاء ديال وليداتكم. مطلوب من عرساننا
انهم يتبرعوا الامهات ديالهم من صفر نقطه لخمسه ديال النقاط. ديروا في بالكم كاين اللي التبرع ديالو غادي يكلفوا الاقصاء، يعني يقدر انه ما يبقاش معانا. ف العمره بين يدين عرسان، عمره الام بين يدينكم. غادي نبدا صلاح الدين وكنزة. صلاح الدين علاش تتبكي؟ غادي نطلب من العرسان ديالنا انهم يكتبوا التبرع ديالهم ديال النقاط كيف قلت من صفر لخمسه لي طابليت ويهزوه ليا في وقت واحد. التبرع ديالكم ربما يكلفكم بلاصتكم. لا لا العروسه تفضلوا، لانه غادي تقطع من المجموع ديال النقط ديالكم. لالا نعيمه قلب الام. لالا نعيمه قالت لصلاح الدين لا ما تبرعش. لا صلاح، صلاح كنزه لا. نطلب من العرسان شفي ديالنا انهم يرفعوا لي الطابليت ديالهم. عرساننا قلت لك لا لا، هزوا لي الطابليت ديالكم. غادي تبكيوني انا فتحة. غادي نبداو بروكسل صفر نقطة. قلب كيقول الحب. صلاح الدين ماشي مشكل، ماشي مشكل. علاش تتبكي؟ ماشي مشكل. غتبكيوني تانا وغتكسر ديال المكياج. صلاح الدين شوفي واخا ممكن نوض نوض صفيقات على لالا نعيمه وصلاح الدين. لحظات لحظات مؤثرة كنعيشوها في الفريم الخامس ربع نهائي برنامج لالا العروسة. مرحبا على صلاح الدين وكنزة ولالا نعيمة، شكرا لكم تبارك الله عليكم. لالا نعيمة تفضلي، تفضلي لالا نعيمة. غادي نمشيو من بروكسل غادي نمشيو عند رحمة وعماد اللي كيتبرعوا لالا حياة بخمسة ديال النقاط وقات عليهم. سكينة ومحمد اللي كيتبرعوا لالا عائشة، ما كتشوفش مزيان شحال؟ جوج ديال النقاط، جوج ديال النقاط مع قلب ديال الحب. ومحمد وزينة اللي كتبوا صفر نقطة. وشنو كتبتوا محمد؟ هذا ان شاء الله، هذا من وعدي، هذا وعد منه على العتيقة غادي يصيفطك يعني. شكرا ان شاء الله. تبارك الله عليكم. كنبغي نشكركم والامهات ديالنا، الله يخليكم لوليداتكم ويخليهم ليكم، وانتم هنا هما هنا بفضلكم وبفضل رضاتكم. كنبغي نشكر العرسان ديالنا والامهات ديالنا على هذه اللحظات الزوينه اللي عيشتوها لينا. ودابا غادي نعلن على شكون الفائزه بالعمره. امهات ديالنا كل وحده كتمنى انها تمشي لذاك المقام اكيد، وانا متاكده بانكم كلكم تشوقات، لان غير انا قلتها كلكم عينيكم غرغروا بالدموع. وله لا يحرم شي واحد فيكم ولا يحرم اي مسلم من هذاك المقام. اللي فازت معانا بعمره في موسم 16 من برنامج لالا العروسه هي لالا عائشه. رفقاتكم لالا عائشه والمحمد وسكينه ممثلي قصب التادله اللي كانوا سخيين معاها تبارك الله عليها، حتى هي فازت في المسابقه. تصفيقات على العرسان ديالنا والامهات كلهم تيهنيو لالا عائشه، مبروك عليها. زادوها جوج نقاط على سته نقاط اللي حصلت عليها هي في مسابقه الصندوق. كتشوفوا مشاعر صراحه ما يقدرش يوصفها الواحد، مبروك عليها تستاهل. انا جابوا لي البكيه ما عرفتش.
غادي نخليو العرسان ديالنا والاجوال ديالهم، وغادي نديكم جمهورنا العزيز اللي حاضر معنا داخل البلاطو واللي كيشاهد معنا برنامج لاله العروسه في البرايم الخامس ربع النهائي. غادي نديكم الجو الاغنيه الشعبيه واغنيه الهواويه مع نجم الاغنيه الشعبيه نسيم حداد. اللي كيشاهدونا على الاولى، مرحبا بك، نورتينا في برنامج لاله العروسه. شكرا شكرا, شكرا لك على الجديده. الله يطول لي عمرك. لا يخطيك سيدي نسيم. انا بغيت نسولك اليوم على موسوعه العيطه اللي وجدتي لنا، شنو غادي نكتشفوا فيها؟ صراحه الموسوعه ديال العيطه هي حلم، يعني ديال 15 سنه من البحث، من التنقيب على العيوط المغربيه، على الشيوخ الرواد ديال العيطه، والان الحمد لله ترى النور باش الناس يكتشفوا التراث ديالهم ويقراو. يعني غادي تكون مكتوبه وغادي تكون عباره عن جوله اللي غتكون في المغرب وفي ربوع العالم ان شاء الله. اكيد نسيم، لانها غادي تغني المكتبه ديال التراث الفني ديالنا في المغرب. واخا نسيم هاد الموسوعه دي غتخرج في اجزاء، يعني فيها تفاصيل اكيد كثيرة. يعني كاين اجزاء اللي كاين مجموعه ديال الانماط ديال العيطه. الان غتخرج العيطه البيضاويه والعيطه السطاتيه باعتبارهم يعني من اهم الركائز ديال العيطه. بيان سور باغ لا سويت غادي تخرج العيطه العبديه، العيطه الزعريه، الخريبيه، الحوزيه، الجباليه، يعني كل المناطق ان شاء الله غادي تشمل الموسوعه. انا شخصيا كتعجبني العيطه كامله، ولكن كنبغي نسمع اكثر العبديه. اكيد يعني العيوط ديال عبده يعني من العيوط الجميله اللي المغاربه كلهم كيبغيوهم كما كيبغيو جميع الانماط، وكنظن بان الجزء الثاني غيكون ديال العيطه العبديه ان شاء الله. نسيم شكرا لك، نورتينا وشرفتينا ومازال عرفتينا. شكرا لكم، الله يطول عمرك. مرحبا بك، مرحبا بك. جمهورنا العزيز داخل وخارج البلاطو، غادي نكملوا معكم في جو المسابقه وثالث مسابقه داخل البلاطو، ولكن غنرجعوا لكم بعد الفاصل. تشاهدون بعد قليل. ملي كتزوج اول حاجه الحولي الاولاني كتقول لك مراتك خاصها نهزو كتف ونديو لمو. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد ثالث فاصل وثالث مسابقة داخل البلاطو اللي هي المسابقة الأخيرة اللي كتخص العرسان ديالنا. شنو مطلوب من العرسان ديالنا؟ مطلوب منهم أنهم يجريوا في هذه العجلة، يبقاو يدوروا فيها أكبر عدد ديال الدورات. قد ما كان عدد الدورات اللي غادي يديروه العرسان ديالنا كبير، قد ما غادي يحصلوا على عدد كبير ديال النقاط. غاديش نطول عليكم مشاهدينا، وغادي نبداو مع اول كوبل دائما ممثلي بروكسل صلاح الدين وكنزة. صلاح الدين وكنزة مرحبا بكم. الله يخليك. عارفين قانون المسابقة ياك؟ yeah. كنزة نعم. شوف غتبقاو كدورو في هذه العجلة هذه في هذه دورو فيها دورو نتوما كتجريو، يعني قد ما دارت بزاف ديال المرات قد ما عندكم الحظ أنكم تربحوا أكبر عدد ديال النقاط. إن شاء الله. عندك دقيقة. دقيقة داكور. أنا كنعرفك رياضي صراحة. إن شاء الله يكون يعني خاصك تكون عندك الخلعة. لا مستعدين كنزة؟ إن شاء الله. على بركة الله ينطلق العداد. برافو برافو.
والله ما كنت نعمل مدام غندور وحق الله. والله ما كنت نعمل غندور بصح والله. شكتي كتقولي غير لا نمشي غنطيح والله. ولكن راه دوري كيف زعلتي باش كضحكيني؟ اي مسابقه كديريها كتقولي والله ما كنت عارفه غطره والله ما كنت عارفه غطره. انا بصح وحق الله. ولكن تبارك الله عليك راه دارت. تبارك الله عليكم صلاح الدين. لا يخطيك. تبارك الله عليكم. لا يخطيك. لا يخطيك. لا لا نعيمه. نعم اختي. ما تنساش كتقول لي اي حاجه كتقول عليها الا ما نقدرش نديرها كديرها. شكون كنزه؟ كنزه. اه شنو شنو قال لك فيها؟ دابا اللي ما خافت قالت لك انا سحبتها ما غاداش تدور وهي دارت. ايوا ما شجعها شويه قولي لها ثقي في نفسك وراه كتقدر دير بزاف ديال الحوايج. وي ولكن مع الظروف الله الله يكون في العوان. ستريس خلعك تسبق. ستريس. اه ستريس والضغط. ولكن ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله ان شاء الله. نتمناو الخير. من بروكسل غادي نمشي ولسيدي سليمان مع عماد ورحمه ونشوفوا واش غيديروا. مرحبا بعماد ورحمه. اجي سيدي. عارفين المسابقه؟ عارفين. صافي عارفينها؟ عارفين القانون؟ قادوا بعدا كاين هذيك الرويضه قادوا الخط الابيض مع الخط الابيض. قادوها قادوها. قادها بعدا. خلي عماد يحاول يقادها راسه. بلاتي عماد جيب داك الخط الابيض قادو مع هذا. زين. عندكم طيحوا باقي كاع مدينه. صافي شوف عماد ورحمه مستعدين؟ مستعدين. غادي تدوروا هذيك العجله ولكن ما تشدوش بيديكم خدموا غير برجليكم. واخ موجودين؟ موجودين. على بركه الله ينطلق العداد. جري غير شويه تشجيعات عماد ورحمه. عندك يدك عندك تسخن 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 علي رحمة علي علي رحمة علي علي رحمة علي علي رحمة علي شوية 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 عندك شوية بسرعة شوية يا انتهي الوقت اجي عندي عماد ورحمة ثقات عماد ورحمة. واحد الحاجة كنحييكم عليه يعني شديتوا التوازن كي قدرتوا تشدوا التوازن مع بعضياتكم؟ حاولنا اننا نتمشاو خطوة واحدة. تمشيو خطوة واحدة يعني كون ديكاليتو كنتوا غطيحوا. تبارك الله عليكم عماد ورحمة. تبارك الله عليكم. لالا حياة. عاملة لا دنيا. اش طاح لك في بالك على عماد ورحمة؟ وتبارك الله صلى على النبي عليهم. ما قلتيش غيطيحوا ما قلتيش غيطيحوا. شوية عدوا عماد مع سبق. معك لا عاهية. زعما كون كانت المسابقة ديال الرجال بوحدهم كان غادي يدير كثر. نقضى حاجة عاهية اللي معك لا خفيفة. وشتي؟ الريشة. تبارك الله عليك لالا حياة. الله يبارك فيك. ومن سيدي سليمان غادي نمشيو لقصبة تادلة مع ممثليها محمد وسكينة. محمد وسكينة تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. مرحبا. تبارك الله عليك. موجودين؟ تفضلوا. تبارك الله عليك. يا ربي يا محمد. يا ربي. سكينة ما عندكمش حق تقيسوا بيديكم يعني تخدموا غير رجليكم. قد ما دارت كثر قد ما النقاط كثر. صافي واضحه وباينه. واضحه. ديركم على بركه الله ينطلق العداد. شويه عندكم كملوا.
سير وقعت لهم شي حاجه خايبه. الاول طاحت سكينه. الحمد لله. طاحت. طاحت. وفي التالي عرفوا قانون اللعبه تقدر. لا عمي ما وقعت لهم شي حاجه خايبه. لا 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 ما تخافش. الحمد لله الحمد لله. كاينه الحمايه كنركزوا على الحمايه والسلامه ديالهم هي الاولى. الحمد لله الله يحفظك. من مدينه قصب التادله غادي نمشيو لمراكش البهجه مع محمد وزينه. كتعجبني الضحكة ديال زينة ديما كتضحك مبتسمة كتدخل مبتسمة مستعدة دابا انتي ملي ضحكتي لا اله الا الله انا مخلوعة ملي ضحكتي خذوا بلاصتكم شوف محمد زينة نفس الخطوة محمد وزينة دخلوا دخلوا اجي زينة انتي من هاد الجهة ومحمد من الجهة الأخرى يلا سير شوفوا ما قدوا الخط باش تبقاو عندكم نفس البداية مع لا لا محمد قد الخط برافو عليك هكا سمعوني مزيان وي ما عندكمش الحق تقيسوا تخدموا يديكم صافي غير رجليكم وعندكم دقيقة صافي دير معايا نفس الشيء صافي الأمور واضحة زينة محمد واضحة واضح مستعدين مستعدين على بركة الله ينطلق العداد الموسيقى كنلقاو الصداع ديال مزيان انك ما سمعتيش الوقت بلي راه سالا قويله وبقيتي كدور انا واخا نسمع الصداع ديالك تقولي جري 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 زينة الاول ما شديتيش التوازن لا دورها ليا بالزربه وهنا كتسمع فيها كتقول لك غير شويه بلاتي دابا كتبغي تزيدي واحد شويه كدور هي دوره بالزربه حيت خفيفه ولكن ثاني ما تنساش بلي راه عاونكم حتى التشجيعات ديال الجمهور شكرا لكم محمد وزينة شكرا لكم تفضلوا لالا عتيقة نعم لالا شتو بقاو عتايدو وبغى بالعاني باش يطيحها بغى يطيحها
وسجني عليه هذه الله يرضى ومقصد انه يطيح زين باه يطيحها بالعاني ما نمسك لها طيحه وحده والله على العرسان ديالنا وعلى الامهات ديالنا ودابا غادي نعطيكم مجموع النقاط اللي حصلوا عليها العرسان ديالنا في اخر مسابقه داخل بلاطو وغادي نبداو صلاح الدين وكنزه ممثلي بروكسل اللي حصلوا على نقطه واحده عماد ورحمة ممثلي سيدي سليمان اللي حصلوا على 7 ديال النقاط محمد وسكينة ممثلي قصب التادلة اللي حصلوا على 3 ديال النقاط محمد وزينة ممثلي مدينة مراكش اللي حصلوا على 5 ديال النقاط نبغي نذكر الجمهور ديالنا والعرسان ديالنا بان هاد النقاط هذه اللي حصلوا عليها هي جات على حساب الدورات اللي دارها كل كوبل ومن جو اخر مسابقه داخل البلاطو غادي نمشيو لثاني مسابقه خارج البلاطو ونشوفوا العرسان ديالنا شنو داروا فيها في مطبخ لالا العروسه غادي تختبروا الازواج مهاراتهم في تزيين لا جينواز في مده زمنيه ما كتعداش 30 دقيقه واش غادي يكونوا قد تحدي علما ان اغلب الرجال كيفتقروا المهارات تحضير حلويات صلاح الدين ممثل الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا اختار البساطة في تزيين الكيك وما بغاش يستعمل بزاف ديال المكونات فواش الاختيار ديالو كان موفق او لا ديجا عندي تجربة في الكوزينة لانه كنعيش بوحدي يعني جربت نطيب كنعرف ندير بزاف الحويجات ولكن الا باش نديكوري درت المينيموم وحاول نخدم شوية الذكاء ديالي ولعبت على البساطة ونتمنى الله كنت توفقت ودرت جبت شي نقطات اللي غيعاونوني انا والزوجة ديالي والوالدة ان شاء الله القريب الشيء الخامس سي محمد ممثل مدينة قصبة تادلة سبق ليه وجد الحلوى هو وسكينة شحال من مرة ولكن واش قدر يستفد من تجارب السابقة في هذا التحدي؟ صراحة المسابقة أنا جاتني مسألة ما صعيبة لأنني مش أول مرة غادي نزين أنا من طبيعتي عز عليا التزيين والديكوراسيون رغم أن العامل اللي كان أثر علينا بزاف هو الوقت والستريس خاصك تزرب وخاصك تحاول ما أمكن تستعمل كاع دوك المكونات اللي عاطيك باش تطلع واحد الديكور زوين ونتمنى الخير إن شاء الله ممثل مدينة مراكش سي محمد كان باين عليه الارتباك لأنه ما عمرو ما صايب كيك أو قام بالتزيين ديالو وحاول يدير كل ما في جهده ويستعمل المكونات اللي عنده علما أنه استعمل نص ديال لا جينواز فيا ترى هاد الطريقة ديالو صحيحة أو لا كان عندي صعوبة في الأول في الشوكولات حيت بغيت ندوب الشوكولات وتربجت درت الماء بزاف بين صاحب حمام مريم الساعة درت الماء كثير ضاق داك الماء تخوى لي على الشوكولات وليت صافي سمعت الشوكولات وليت تزوقتي بلي فروي درت شوية الكيوي والفرومباز والفريز ممثل مدينة سيدي سليمان عماد لأول مرة كيجرب يزين الحلوى لأنه ما عمرو ما سبق ليه وجد كيك لقيت صعوبات لانني عمري دوزت شي تجربه في هاد الكيكه باش نوقفها نديرها كيف ما هي ولكن الحمد لله حاولت نزينها بالقرقاع واحد لعبتي كان واحد الزواق ديالها ولكن الحمد لله كيف ما كان الحال قدينا نديروا شي حاجه واخا انا ديجا عمري ما صايبت شي كيكه كنتمنى نكون توفقنا ونجيبوا شي نقيطات باش نعاونوا القريب الخامس ان شاء الله كل المتسابقين قدروا يكملوا في الوقت ولكن الأطباق ديال الحلوى عند بعض الأزواج كانت غير موفقة نظراً لقلة الخبرة والمهارة غنشوفوا الزوجات واش غيكونوا راضيين على طريقة التزيين اللي اختاروها الأزواج ديالهم أو لا وغادي نتعرفوا على رأي الشيف نبيل في أطباق الحلويات اللي قدموها المشاركين المسابقة سالات والنتائج النهائية مع دنيا داخل بلاطو على لا دنيا شاد اللوحه لحتي الحلو هذيك اللمسه ديال الشاف شنو هو اللمسه ديال الشاف ترى ما شايف والو انت راه قلتيها لهم قلت لهم انا راه هو داك الشاف اللي ما شاف والو واش انت سمعتي حمام مريم وغرقتي داك الشوكولاط ها شويه كيك ديال الماء باش داك الشوكولاط طلع له السخونيه ويذوب راه كندخل انا للكوزينه اي تنزليها نقبلها من دوك المقادير وكنخرج صافي صافي هذا واحد في الكوزينه هذه هي الخدمه ديالي في الكوزينه وهاد الحلوه نص نص اللي درتي لينا نص الاخر فين مشى التجارب تيست هذاك انت نسمي التيست سيدي محمد قصب التادلة لا عجبتني الطابلية
الحلوة ما عجبتكش، عجبتك على الطابلية. لا لا الطابلية عرفتي شنو زادت، عطاتك ثقة بالنفس أكثر. ها شنو كان عندك المشكل؟ الصراحة أنا عندي مع الحلوة هو الضغط ديال ديك المرة ما نعاود ليكش. هو اللي أثر عليك في هذا؟ اللي عطاني نضرب ونزقل. هو اللي أثر عليك في هذا المسلسل؟ هو اللي أثر عليا. لا ولكن ما يسالكش يعني كلشي اللي خدا كان كلشي على اللبسه ديال الطابليه. ارى لي صلاح الدين، صلاح الدين انت مولف كطيب بوحدك. اه تفننتي. كان طيب ولكن ديكوراسي ما عمري درتها، اول مره بحياتي. انا كان طيب كيكه عاديه. دابا واخا الكيكه عاديه، دابا حنا الا قلنا لك حكم على راسك. اه الا ما كتبش قلنا لك حكم على راسك، دابا انت ضقتي الحلوه ديالك. بالنسبه لاول مره؟ اه ما راضي ولا ما راضيش؟ لا لا راضي على راسي. لا راضي على راسي. محمد راضي على راسك؟ والله سيدي محمد راضي. لا لا مسمع هادية. شكون الراضي؟ قلنا لك حكم على راسك. واش هو ديزاين مزيان؟ انت اش بغينا نديرو حنا بالديزاين؟ احنا بغينا المذاق. لا لا ما لا لا تبارك الله على سيدي عماد. بغيت عنعرف شنو هي ديك الشجره اللي درتي الوسط ولا برج ايفل ولا شي داك الشيء اللي حطيتي الوسط وطلعتي عليتي. ما عرفتش منين جا داك الشيء. كيفاش ما عرفتيش جدا وانت كنشاد هذاك الكيس ديال الحلوى وقالت كطلع 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 دي سيت ايطاج. من تلفت بديت نطلع وصافي. ملي تلفت بديت نطلع وصافي. لا ولكن انا حسيت بك فرحان، درتي انجاز. انت عمري ما خدمت شي حلوى. في حياتك؟ في حياتي. ما دخلتيش كوزينة مرة؟ ندخل الكوزينة ولكن الكيكة ولا الحلوى. كيكة ولا حلوى؟ لا والمهم أنكم تعلمتوا خديتوا الخبرة والتجربة في برنامج لالا العروسة وكتسناو أنني نعطيكم النقاط، ولكن كيف العادة ما غاديش نعطيكم النقاط ديال لي جو أوغ بلاطو، غادي نخليكم تبقاو ترقبوا كل واحد فيكم يقول شنو درت على برا. من الكارثه اللي درتوا لينا ديال الحلوى غادي نمشيو نفسو على قلوبنا والجو المحاجي مع سيد الناجي مول المحاجي ونشوفوا شنو جايب لينا اليوم معاه. هذا وين سيد الناجي؟ مرحبا. الله يبارك فيك. كلشي بخير الحمد لله. وانت مزيان؟ منور في الخضر. اه شتيني شتيني في الخضيضر. شتيك في الخضيضر سيد الناجي مول المحاجي. انت شتك في هذا اللون فباك، هذا اللون هو الوحيد اللي باقي ما عرفت واش فاني دي بارد فاني دي مفند شي حاجه بحال هكا. انا قالوا لي سومون. اه سومون قالوا لي فرنسا ويا سومون، بقيت شاده سومون. وصفقوا على سومون. عرفت يا سيد الناجي راه واحد الكارثه داروا العرسان ديالنا خارج البلاطو، طيبوا الحلوى راه ما تصورش. اويلي والله الا لا طيبوا الحلوى ولكن ما نعاودش ليك، راه داروا كوارث. شكون هما هادو؟ واش رجال ولا عيالات؟ لا رجال، العرسان ديالنا. طيبتوا الحلوى؟ اه. اما واحد سيدي عماد راه دار لها ما عرفتش واحد العجب حطوا لها الفوق ها ومامن بيه. ولكن انا اللي عجبني هو داك السؤال ديال قبيله، فين غدوز العيد الكبير؟ واش عند امك ولا عند امها؟ الا لقيت فيه سلوكه الله يسمح لي. لا ولا عجبني داك السؤال انا حيت اصلا كيعجبني العيد الكبير. لاحظتي واحد القضيه ملي كتكون ديال راسك وكدوز عيد كبير ماشي بحال ملي كتجوج. اكيد ملي كتجوج اول حاجه الحولي الاولاني كتقول لك مراتك خاصها نهزو كتف ونديو لامي. كتهز كتف كتسدي الما ما تاهي ما كتبغيكش تجيب يديك خاوين، كتعطيك في خد كتجي. ملي كتفكر في واحد الشيء كتلقى راسك ما كليتيش حولي صاين، الاخرين عندهم حولي فيه ثلاثه الكتاف وفي خد وانت حوليك فيهم ثلاثه الفخاد وكتف. ما مقداش كتبقى عادات وتقاليد سيد الناجي يعني كتبقى شوف جوج كتوفه واحد كيمشي لحماتك واحد كيمشي لامك. وحاجه اخرى كتعجبني بها الكبير زوينه شناهي؟ شي ميساجات كيدوزوا ما بين الوالد والوالده قدامكم في الطبله ما كتفهم كيفهموا معاهم هما ديالاش. سير تحفظ شعر نزار قباني، حفظ اغاني ديال الموزاين با كيش كياخذ عق طيب ديال بولفاف كيعطي لامك، قال لها كنبغيك قال لها كنحماق عليك. يا تي كتدفع لي الطبسيل ديال الكبده، راه قالت لي انت الكبيده وانت الحميشه. شوف سيدي الناجي بالنسبه للعيد الكبير ديالنا احنا مثلا في عاداتنا وتقاليدنا احنا مغاربه هو واحد المناسبه اللي مهمه عندنا، يعني كنجمعوا فيها البعيد والقريب والصغير والكبير. واحد المناسبه اللي تعيا ما تهضر فيها ولكن ما غاديش تشوف فيها حقها صراحه. انا بالنسبه لي شخصيا عزيز علي عيد كبير. انت كتدي كتف؟ طبيعة الحال كندي كتف لعدوزتي وكتف الماما كان بقى لي عيس نسول. سيدي الناجي مول المحاج لا لا جيب لينا معاك شي
توحشنا حجاياتك، وحشنا امثالك. حتى انا توحشكم وجايب معايا الخير. ولكن هذه المره انا مزوقه فيك حنا اليوم في ربع النهائي، تكايس عليهم كلهم مخلوعين، وخصوصا انني انا ما كنعطيهمش النقاط. نبداو على بركه الله. نبداو على بركه الله. على بركه الله. على بركه الله. اول حاجه عرسان نتاكدوا من لي طابليت ديالكم، شوفوا واش تيكتبوا. كيكتبوا؟ ما كاينش مشكل. نبداو مستعدين سيد الناجي؟ على بركه الله. الحاجه الاولى كتقول حاجتكم ما جيتكم على بنت الكاف، مولاها عالم بها وقاري، هو يذبح فيها وهي تصيح باللي طاري واللي ما طاري، وما يسيل منها دم جاري. نعاود، حاجتكم ما جيتكم على بنت الكاف، مولاها عالم بها وقاري، هو يذبح فيها وهي تصيح باللي طاري واللي ما طاري، وما يسيل منها دم جاري. هزوا لي طابليت ديالكم. عرسان ديالنا اللي ما هزش غنحسب ليه صفر نقطة. هزوا لي طابليت ديالكم. غادي نبداو مع صلاح الدين وكنزة اللي كتبوا كتاب. سيد ناجي خلي خلي اليوم زيدوا مخلعة على خلعة اللي كنديرو حتى الاخر. عماد ورحمة قالوا كوكوت كوكوت. محمد وسكينة قالوا كرشة الكرشة. دابا سمعتي عيد الكبير قلتي الكرشة. طبقتيه انت. تبارك الله على سيدي محمد ولالا زينه وكتبوا كيكا. انا 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 سيدي ناجي انا واقيلا عرفتها. عرفتيها؟ كنظن عرفتها انا. ما هي كتاب، ما هي كرشه، ما هي كيكا، ما هي كوكوط. انا بالي بدا كن... انا بالي كنت شاركت وانتم ديروا الكرشه في كوكوط. انتم عندكم صله وصلها، الكرشه موجوده والكوكوط كاينه. نقول قولي الجواب نشوفوا واش انتي جوابك صحيح ولا لا. أنا تنقول الكمانجة. جواب صحيح. بقى 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 شادة سيد ناجي، بقى سيد ناجي شادة. تبارك الله عليك. للأسف عرسالنا عندكم صفر نقطة لأن ما عندكمش الجواب الصحيح. نمشيو للثاني. أنت وراجلك عندك جوج نقاط. أنا وراجلي عندنا جوج نقاط. بحاجة الثانية كتقول هذه قصيرة ولكن فكروا فيها مزيان. حاجتكم ما جيتكم على بنت الشين، على اللي زينها في هواها، نورها بقى حتى داها. حاجيتكم ما جيتكم على بنت الشين، على اللي زينها في هواها، نورها بقى حتى داها. يعني ان الكلمه اللي تنقربوا عليها كتبدا بحرف الشين. عسالنا هزوا لي طابليت، هزوا لي طابليت ديالكم. غادي نمشيو عند صلاح الدين وكنزه اللي كتبوا شمس. 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 شفتي كتب الاول كفته ولا شنو هذيك؟ شي ما عرفتش جاوبك الشمس. رحمة وعماد اللي كتبوا حتى هما الشمس. محمد وسكينة كتبوا شمعة. محمد وزينة كتبوا شمس حتى هما. شنو هو الجواب الصحيح سيد الناجي؟ الجواب الصحيح كاين عند مدينة قصبة تادلة اللي هو الشمعة. الجواب الصحيح هو شمعة واللي كيتوفق فيه محمد وسكينة ممثلي قصبة تادلة. غادي نمشيو لآخر حجاية عند سيد الناجي، ركزوا مزيان تفضل. حاجتكم ما جيتكم على الجيم بنت الجيم، الجيم ركزوا، بابها واحد وشراج ما ثلاثة، إلا قالوا لك قلعها غير عول على النباتة سهلة. حاجيتكم ما جيتكم على الجيم بنت الجيم، بابها واحد وشراجمها ثلاثة، إلا قالوا لك قلعها غير عول على النباتة. عندكم بزاف ديال لي موكلي. السلام عليكم. هزوا لي طابليت ديالكم عرسانا. غادي نمشيو عند صلاح الدين وكنزة اللي قالوا جلابة. عباد ورحمة ما عندهم حتى شي جواب. محمد وسكينة حتى هما قالوا الجلابة. محمد وزينة حتى هما قالوا الجلابة. جواب صحيح. جواب صحيح هو الجلابة. جواب صحيح كاين عند بروكسل قصبة تادلة مراكش، وللأسف سيدي سليمان ما عندهمش الجواب الصحيح. دابا سيد ناجي
غادي نعطيهم النقاط اللي حصلوا عليها وخليك معايا. غادي نبداو دائما بصلاح الدين وكنزه اللي حصلوا على جوج ديال النقاط. عماد ورحمه اللي حصلوا على صفر نقطه. محمد وسكينه حصلوا على اربعه ديال النقاط. محمد وزينه حصلوا على جوج ديال النقاط. تبارك الله على العرسان ديالنا وتبارك الله عليك السيد الناجي، ديما منورنا وديما مشرفنا. منور بكم لاله، لا يخطيك. ومازال تعاود لينا الزياره ان شاء الله ضروري، ومره جايه عاوتاني منعاود تجيب بيدي خاويين بحال ديما ضروري يا سيد الناجي. اما انتم جمهورنا العزيز غادي نستمتعوا معكم مع النغمه الشبابيه والنجم المهدي مزين، ونرجعوا لكم بعد الفاصل. العين يا ديك البنت الزاقيه. مشاهدينا من بعد اخر فاصل واخر فقره عندنا اليوم في البرايم الخامس من برنامج لاله العروسه، البرايم الربع النهائي، فقره كويز. كلكم عارفينها العرسان ديالنا، غادي نطرح عليكم ثلاثه ديال الاسئله، كاين اللي فيها اختيارات في الاجوبه وكاين اللي ما فيهاش اختيارات. مستعدين؟ موجودين؟ شوفوا لي تابليت ديالكم، لي تابليت كيكتبوا. نبداو على بركه الله، تركيز. نبداو بالسؤال الاول، شنو المقصود بمصطلح الذهب الأسود؟ شنو هو الذهب الأسود؟ هزوا لي تابليت ديالكم، هزوا لي تابليت. غادي نبدا بصلاح الدين وكنزة اللي كتبوا بترول، رحمة وعماد اللي كتبوا بترول، محمد وسكينة حتى هما كتبوا البترول، محمد وزينة كتبوا النفط، والجواب صحيح هو البترول. السؤال الثاني، ما هي مدينة التلال السبع؟ واش هي بلاد الغال، أمستردام ولا روما؟ نعاود، ما هي مدينة التلال السبع؟ بلاد الغال، أمستردام، روما. هزوا لي التابلت ديالكم، داو صلاح الدين وكنزة اللي كتبوا أمستردام، عماد ورحمة اللي كتبوا روما، محمد وسكينة اللي كتبوا روما، روما، محمد وزينة اللي كتبوا حتى هما روما، والجواب الصحيح مدينة التلال السبع هي روما. السؤال التالي، ما فيش اختيارات، تختبروا فيه الثقافة العامة ديالكم. كم عدد فقرات العمود الفقري؟ كم عدد فقرات العمود الفقري؟ هزوا لي التابلت ديالكم. كنزة هزي لي التابلت. شنو هو هذا؟ 29. 29، كنزة وصلاح الدين قالوا 29. عماد ورحمة قالوا 7. محمد وسكينة لا شيء. محمد وزينة 23. الجواب الصحيح هو عدد فقرات العمود الفقري 33 فقرة. و 7 حي، منين جبتي 7؟ وكبري العدد 7. كان هذا آخر سؤال عرساننا، كانت هذه آخر فقرة. دابا غادي نعطيكم مجموع النقاط. شوفوا انا هاد اللحظه هادي كنكون متوتره اكثر منكم. دابا غادي نعطيكم نقاط، مجموع النقاط اللي حصلتوا عليها في هاد الفقره هادي. غادي نبدا بصلاح الدين وكنزه اللي حصلوا على جوج ديال النقاط، رحمة وعماد اللي حصلوا على أربعة ديال النقاط، محمد وسكينة اللي حصلوا على أربعة ديال النقاط، ومحمد وزينة اللي حصلوا على أربعة ديال النقاط. عرسانا فقرة كويز سالات، عرفتوا النقاط اللي حصلتوا عليها. دابا عرسانا جات اللحظة اللي كتسناوها وكيتسناها الجمهور، لحظة الإعلان
عن لي كوب اللي غادي يمشيو معنا للبرايم النصف النهائي، عن الكوب اللي غادي يغادرنا الليله، الكوب اللي غادي يبقى معنا وغادي يتاهل معنا للنصف النهائي لالا العروسه في الموسم ديالو 16، وصل على ما مجموعه 36 نقطه، 6 ديال النقاط حصل عليها في المسابقه خارج البلاطو الخاصة بالرجال، وسبعة ديال النقاط حصل عليها في المسابقات خارج البلاطو الخاصة بالعريسات ديالنا. كوبل برهن على رغبته الكبيرة في الفوز باللقب. كوبل ديما ضاحك، ديما متفائل. الكوبل اللي غادي يتأهل معاه للنصف نهائي لالا العروسة هو كوبل مدينة قصب التادلة. مبروك محمد وسكينة، مبروك محمد وسكينة، هما أول المتأهلين معنا لنصف نهائي لالا العروسة. الكوبل الثاني، الكوبل حصل على 30 نقطة، نقطة واحدة في المسابقة الخاصة بالعرسان ديالنا خارج البلاطو، 6 ديال النقاط المسابقة الخاصة بعريساتنا خارج البلاطو. كوبل مصمم على الوصول النهائي لالا العروسة، كيطيح وينوض شحال من مرة. الكوبل اللي غادي يتأهل معنا للنصف نهائي برنامج لالا العروسة هو مدينة مراكش. مبروك محمد وزينة، مبروك عليكم تأهلوا لنصف النهائي. بقاو جوج ديالكم، كوبل بروكسل مع صلاح الدين وكنزة، وكوبل مدينة سيدي سليمان مع عماد ورحمة. الكوبل اللي مدينة سيدي سليمان عماد ورحمة ولالا حياة أجي وحدايا. عماد ورحمة حصل على ما مجموعه 21 نقطة، يعني كان بينكم وبين بروكسل جوج ديال النقاط، حصلتوا على جوج ديال النقاط في المسابقة الخاصة بالرجال خارج البلاطو، 7 ديال النقاط في المسابقة الخاصة بالعريسات ديالنا خارج البلاطو، وما تنساوش رحمة وعماد أنكم تبرعتوا بخمسة ديال النقاط الأم ديالكم، تستاهل كيف قال عماد، لو كان ما كنتوش تبرعتوا بخمسة ديال النقاط وحنا كنحييكم على هذه ديالكم كان تكونوا من المتأهلين. عماد قال لك لو كان يكون أكثر كنا نزيدوها. تبارك الله عليك عماد، حنا فرحانين بكم. لالا حياة، شنو تقولي للعرسان ديالنا والجمهور والأمهات اللي شاركتي معاهم
هاد الفرحه ديال برنامج لالا العروسه. الله يسهل على كل شيء و ترتبكت بشويه عليك، وحنا فرحانين بكم انكم كنتوا معنا ونورتينا نورتينا بزاف لالا حياه. خليك تنشكر كل شيء وتنشكر الطاقم البرنامج اللي مسهر علينا ومهرلين فينا. الله يرحم ليهم الوالدين، الله يخلف عليهم ويستاهلوا كل خير. الى هادو ولا هادو اللي بقى ديالنا واللي مشى ديالنا، المهم هي المشاركه. حنا ما لا يخطيك عماد، حنا ربحنا الحمد لله. ربي يخليك ربحنا. كنت هي تعرفنا عليك. خليك يا مرحبا بك لالا وهاد الناس. عماد كلمه. اهم حاجه ربحنا هذا الجمهور الزوين اللي كيشاهدنا داخل بلاطو وخارج بلاطو وداخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. ثاني حاجه اللي كونديدا، تحيه لهم كبيره، كنتمنى لهم التوفيق ليهم واللي مشاو من قبل. تحيه للامهات، تنوجه تحيه كبيره للعائله ديالي. مرحبا. تحيه كبيره للناس اللي كتب... سيدي سليمان. الناس سيدي سليمان طبيعه الحال. الناس سيدي سليمان الناس اللي يعاونونا باش نوصلوا لهنا. مرحبا وهذه بك. وهذه اهم حاجه، وحنا محظوظين اللي حنا فوق هذه الخشبه اليوم. مرحبا. كنتواجدوا معك وشكرا اللي كنتي وبرنامج لالا العروسه. مرحبا. راح ماشي كلمه بالنسبه لي انا، ديجا الحلم تحقق، حيت اصلا النهار اللي جينا اول برايم صراحه ما كناش متوقعين اننا غادي نوصلوا للبرايم ربع النهائي، والحمد لله قدرنا اننا نوصلوا لهادي. يعني هادشي اللي وصلنا ليه بحد ذاته كبير ونجاح. والحمد لله ركبنا ربحنا جمهور زوين كيف قال عماد، ربحنا اصحاب وامهات. الحمد لله الحمد لله. كنتمنى لهم التوفيق كاملين، وهذا هو قانون المسابقه. أكيد. واحد اللي غادي يبقى في الاخر. والله يسهل على الجميع. حتى حنا كنشكروكم لالا حياه. بغيتي تقولي كلمه اخيره؟ تنسلم على خالاتي في طنجه وعلى عائلتي كامل. مرحبا. حنا كنسلموا عليهم ورانا درت مجهود وهذا سمحوا لي. لالا حياه خاصك تسلمي بزاف على السي بن عيسى. كنسلموا عليه. كنسلم على راجلي وافتخر بيا راجلي، وها انا راسي عريان وجايبه لك الطوموبيل. وتا حنا بدورنا كنسلموا على السي بن عيسى وكنسلموا على سيدي سليمان. لالا حياه، رحمه، عماد، ما غاديش تمشيو بيديكم خاويين. لالا العروسه كتهديكم قسيمه الشعراء بمبلغ 20,000 درهم. شكرا لكم، نورتونا وشرفتونا، وانتم جمهورنا العزيز على انغام الطرب الشعبي مع النجم نسيم حداد. كنقول لكم تصبحوا على خير ونشوفكم.